السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة ستة؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنشرح اول درس في العلوم للصف السادس الابتدائي. معاكم مس اماني من مدارس خضير الخاص. اول درس بيتكلم على الكتلة والوزن. لازم نفتكر الاول ان المادة اللي خدناها قبل كده معناها ان كل ما له كتلة وحجم، أو كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، يعني كل حاجة موجودة حوالينا في الحياة طالما ليها كتلة وحجم فبنعتبرها مادة. والنهاردة لازم نفرق ما بين مصطلحين، مصطلح الكتلة ومصطلح الوزن، لأن معظم الناس بتخلط ما بينهم في الحياة العملية، بيعتبروهم حاجة واحدة خصوصا في عمليات البيع والشراء. طيب، يعني مثلا ممكن نقول عندما يقف التلميذ على الميزان، التلميذ بيعتقد ان وزنه 30 كيلو جرام. هو المفروض ما نقولش وزنه، المفروض اقول كتلة الطالب 30 كيلو جرام، انما وزنه كده غلط. طيب كمان لما نشتري من السوبر ماركت سكر، كيس السكر بيبقى مكتوب عليه الوزن الصافي 1 كيلو جرام، برضو كلمة الوزن هنا خطأ، المفروض أقول كتلة كيس السكر 1 كيلو جرام. إنما لو بصيت على رائد الفضاء زي الصورة اللي قدامنا دي كده، فساعتها أقول مثلا إن رائد الفضاء وزنه إيه؟ 0 نيوتن، وهنعرف ليه دلوقتي. تمام. طيب هنيجي بعد كده هيبدأ يعمل أنشطة عشان يعرف يعني ايه الكتلة. النشاط اللي هنعمله، هنجيب ميزان ذو كفتين زي اللي قدامكم ده، وهنبدأ نحط في كفة، هنحط فيها مثلا الحاجة اللي انا عاوزة اوزنها، ولتكن الخضار او الفاكهة دي، وهنحط في الكفة المقابلة ليها الكتل الحديد. هنحط في الكفة المقابلة ليها الكتلة الحديد لحد ما اشوف ان الكفتين قصاد بعض كده. هو يبدأ يسألني ويقول لي هل كتلة 7 تفاحات تساوي كتلة 3 تفاحات؟ يعني هل السبعة اللي موجودين هنا كتلتهم هتبقى بتساوي نفس كتلة التلاتة اللي موجودين في الميزان التاني ده؟ أكيد لأ. طيب هل تختلف الكتلة باختلاف كمية التفاح؟ طبعا، يعني أنا لقيت هنا إن في الميزانة الأولى دي لقيت الكتلة 1 كيلو جرام، السبع تفاحات كتلتهم 1 كيلو جرام، لكن هنا في الميزان التاني لقيت كتلة 3 تفاحات 0.5 كيلو جرام، يبقى فعلا تختلف الكتلة باختلاف كمية التفاح. بيسألني كمان، جاب نوع آخر من الميزان وبيسألني يقول لي هل تتساوى كتلة المشابك مع كتلة القلم؟ لو انا بصيت هنا هلاقي ان الكتلة هنا بتاعت المشابك طالعة 10 جرام، والكتلة برضو بتاعت القلم طالعة 10 جرام، فممكن نستغرب ونقول ازاي ان كتلة المشابك نفس كتلة القلم مع ان هما مش من نفس نوع المادة. عادي، ممكن الاقي مادتين مختلفين متساويين في الكتلة لكن هما مش من نفس النوع، لان المشابك من البلاستيك والقلم ايه؟ من الخشب. فالاستنتاج بتاع التجربة دي هلاقي ان كتلة التفاح تتوقف على كميته، على حسب كمية التفاح هعرف الاقي اشوف الكمية بتاعته قد ايه او الكتلة بتاعته قد ايه. فكلما زادت كمية التفاح زادت كتلته، كل ما زود عدد التفاح هلاقي الكتلة بتزيد. الاستنتاج التاني ان تتساوى كتلة المشابك مع كتلة القلم،
وهذا يعني أن المشابك والقلم يحتويان على كميتين متساويتين من المادة، بالرغم من أن نوع المشابك يختلف عن نوع القلم. فالآخر هستنتج أن الكتلة تتوقف على كمية المادة، فكلما زادت كمية المادة زادت كتلتها. يعني إيه بقى تعريف الكتلة اللي احنا برضو واخدينه في السنوات الماضية؟ الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. تعريف الكتلة عندي اهو، مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. طب الكتلة دي بتقاس بوحدة ايه؟ الكتلة بتقاس بوحدة الجرام او الكيلو جرام. ليها وحدتين اتنين ممكن استخدمهم، وحدة الجرام او وحدة الكيلو جرام. لما يجي مثلا في سؤال يقول لي ما معنى ان كتلة جسم تساوي 2 كيلو جرام؟ لو بصيت هلاقيه بيقول كتلة. طب ما هو معنى كده ان انا هعرف الكتلة، هقول مقدار ما يحتويه الجسم من مادة بيساوي 2 كيلو جرام زي ما هو بيقول. طب ولو قال لي ما معنى ان مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يساوي 15؟ ده كده تعريف الكتلة. يبقى انا اجابتي هتبقى ان كتلة المشابك المعدنية هتساوي 15 جرام. طيب تعالوا كده اما نشوف وحدات قياس الكتلة. قلنا اول حاجة الجرام، والجرام هنا يساوي تقريبا كتلة مشبك من مشابك الورق المعدني، وديت وحدة مناسبة لقياس الكتل الصغيرة زي الذهب والفضة والمواد الكيميائية. طيب نيجي بعد كده للكيلو جرام، والكيلو جرام هنا يكافئ كتلة لتر من الماء النقي. الكيلو جرام هنا يكافئ كتلة لتر من الماء النقي زي الإزازة دي كده عند درجة 4 درجة مئوية. والكيلو جرام هنا وحدة مناسبة لقياس الكتل المتوسطة زي مثلا الخضار والفواكه. عندنا وحدة أكبر من الجرام وأكبر من الكيلو جرام اسمها الطن. الطن هنا بقى وحدة مناسبة لقياس الكتل الكبيرة زي الحديد والأسمنت. يبقى أنا عندي هنا 3 وحدات، وحدة الجرام ووحدة الكيلو جرام ووحدة الطن. الجرام وحدة مناسبة لقياس الكتل الصغيرة زي الذهب والفضة والمواد الكيميائية. الكيلو جرام وحدة مناسبة لقياس الكتل المتوسطة زي الخضار والفاكهة، والطن وحدة مناسبة لقياس الكتل الكبيرة مثل الحديد والأسمنت. طيب لما نعوز مثلا في نحاول ان انا احول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة او العكس، فلو احنا عاوزين نحول من الطن عاوز احولها للكيلو جرام فايه؟ فبنضرب في 1000. طب لو انا عايز احول من كيلو جرام لجرام فتلاقيني برضو بضرب في 1000. يعني لو عندي 1 طن هيساوي 1 كيلو جرام، ولو عندي 1 كيلو جرام ساعتها هيساوي 1. لما نيجي نحول من الطن للكيلو جرام بضرب ايه؟ بضرب في 1000. يعني 1 طن بيساوي 1000 كيلو جرام. ولما اجي احول من جرام من لما اجي احول من كيلو جرام لجرام برضو بضرب في 1000. يعني 1 كيلو جرام بيساوي 1000 جرام. طيب لما نيجي نعمل العكس بقى، يعني لما اجي احول من جرام لكيلو جرام بنعكس عملية العملية الحسابية، بدل ما كانت ضربة خلاها قسمة. يبقى من جرام لجرام بقسم على 1000، ومن كيلو جرام لطن برضو بقسم على 1000. نيجي بقى لأدوات قياس الكتلة. عندي أنواع كتير جدا من الموازين اللي بتستخدم لقياس الكتلة. عندي حاجة اسمها الميزان ذو الكفة الواحدة زي اللي أنا شايفه قدامي ده،
بس ده بيبقى بمؤشر. وعندي ميزان رقمي برضو ايه ذو كفة واحدة. عندنا كمان بقى ميزان ذو كفتين، في منه ميزان حساس ذو كفتين وفي ميزان معتاد ذو كفتين. طيب دلوقتي لما بنيجي نجيب كتلة الجسم اللي قدامي لازم اختار الأداة المناسبة مع كمية المادة اللي انا عاوزة اقيس كتلتها. فمثلا لا يمكن استخدام ميزان بائع الخضروات لقياس كتلة من الذهب، يعني مثلا الميزان ذو الكفتين المعتاد ما ينفعش اقيس بيه كتل صغيرة، كتل صغيرة مثلا زي المشغولات الذهبية. لكن ايه بقى اللي ينفع اقيس بيها المشغولات الذهبية؟ الميزان الحساس او الميزان الرقمي. ده يستخدم الميزان ذو الكفتين المعتاد والميزان بمؤشر ذو الكفة الواحدة في تقدير الكتل الكبيرة مثل الخضروات والفاكهة. يعني الميزان ذو الكفتين اللي هو الميزان المعتاد ده اللي يستخدم في قياس كتلة مثل كتلة الخضروات والفاكهة. عندي كمان يستخدم الميزان الحساس والميزان الرقمي في تقدير الكتل الصغيرة مثل المشغولات الذهبية والمواد الكيميائية. ادي الميزان الرقمي وادي الميزان الحساس، ودول اللي بيستخدموا في قياس كتلة صغيرة زي المشغولات الذهبية زي الاسورة والخاتم وهكذا. طيب بعد كده هنعمل نشاط عشان نعرف ازاي بستخدم الميزان عشان اقيس الكتلة. اول خطوة هنا ضع الميزان افقيا على سطح ثابت بحيث لا يتأثر باي اهتزازات، وتأكد من نظافة الميزان والكفتين. الخطوة الثانية ضع الجسم المراد قياس كتلته مثل الكتاب في احدى الكفتين، وضع الاثقال معلومة الكتلة في الكفة الاخرى حتى تتزن الكفتين. يعني هاجي على الكفة الاولى وابدأ احط فيها الجسم اللي انا عاوز اوزنه مثلا زي الكتب، وفي الكفة الاخرى احط ايه، احط فيها الاثقال معلومة الكتلة. يعني ممكن نحط فيها كيلو او 2 كيلو. الاثقال دي بتبقى مصنوعة من مادة الحديد، لحد ما اشوف ان الكفتين اللي عندي بقوم ايه، بقوا في حالة اتزان قصاد بعض كده متعادلين. بعد كده هشوف بقى، هنجمع الارقام المكتوبة على الاثقال فيكون مجموعها هو كتلة الجسم. يعني انا هشوف عندي الاثقال اللي انا حطيتها هنا دي، حطيت 1 ولا 2 ولا 3 واجمعهم تبقى هي دي كتلة الكتاب. تمام، يبقى الاستنتاج بتاع التجربة دي يستخدم الميزان المعتاد في تقدير كتل الأجسام، وكمان كتلة الجسم عند الاتزان تساوي مجموع كتل الأثقال معلومة الكتلة في الكفة الأخرى. فبيجي لي سؤال مثلا، هل الكتلة ممكن تتأثر من مكان لآخر؟ فعملنا تجربة، وزننا جسم على سطح الأرض، جبنا كتلة جسم على سطح الأرض زي كتلة الكرة دي، وجبنا كتلة نفس الكرة بس على سطح القمر. فطلعت الكتلة على سطح الأرض تساوي 1 كيلوغرام، وأيضا طلعت الكتلة على سطح القمر تساوي أيضا 1 كيلوغرام. فعرفت هنا أن الكتلة لا تتأثر بتغير المكان ولكنها مقدار ثابت. فعشان كده بنقول ان كتلة الجسم تظل ثابتة ولا تتغير بتغير المكان. وكمان كتلة الجسم ليس لها اتجاه، بمعنى ان انا مثلا ما بقولش ان كتلتي 70 كيلوغرام في اتجاه الشمال، لا، الكتلة ما تتأثرش بالاتجاه. كمان كتلة المادة لا تتغير بالحالة الفيزيائية بتاعتها. يعني لو انا جبت كيلو من الثلج والثلج ده اتحول لسائل هيبقى هو ايه، نفس الكتلة. طب لو اتحول لبخار برضه هيبقى نفس الكتلة، عشان كده
كتلة المادة لا تتغير بتغيير حالتها الفيزيائية. هلاقي بعد كده ان توجد علاقة تربط بين كتلة الجسم والحركة بتاعته، بمعنى ان انا لو قدامي جسم معين وانا عاوز احركه على حسب كتلته هشوف محتاج مني قوة قد ايه. فمثلا كتلة القطار اكبر من كتلة السيارة، لذلك يتطلب ايقاف القطار بذل قوة اكبر من القوة اللازمة لايقاف السيارة. عايزين نبذل مجهود اكتر عشان نوقف القطر لان كتلته اكبر، لكن ممكن عشان نوقف السيارة يبقى بذل المجهود اقل لان كتلتها اقل من القطار. ممكن يجيلي سؤال، علل كتلة الشخص على سطح الارض تساوي كتلته على سطح القمر. ليه بقى؟ عشان احنا لسه قايلين دلوقتي حالا ان كتلة الجسم على الارض هي نفس كتلته على القمر، هي نفس كتلته على المريخ، هي نفس كتلته في اي مكان، لان الكتلة مقدار ثابت لا يتغير. فلما يقول لي علل كتلة الشخص على سطح الارض تساوي كتلته على سطح القمر، هقول له لان كتلة الجسم مقدار ثابت لا يتغير. تعالوا دلوقتي مع بعض نعرف المفهوم الثاني وهو الوزن. لاحظوا الصور اللي قدامكم دي سنة ستة. مثلا الصورة الاولى، ماذا يحدث عندما تحمل قلمك ثم تتركه؟ فاكيد هلاقي ان هو يسقط القلم على الارض. طب في الصورة الثانية، ماذا يحدث عندما يقفز الولد الى اعلى؟ فبرضه هلاقي الولد بيسقط لاسفل، يعني برضه ناحية اتجاه الارض. الصورة الثالثة، لماذا يبدو رائد الفضاء كأنه يسبح في الهواء؟ يعني مش هلاقيه بيسقط في الاتجاه الأسفل، لأن هنا في الفضاء لا يوجد جاذبية. فهستنتج أن جميع الأجسام تسقط نحو الأرض، وذلك بسبب وجود قوة تجذبها إلى الأرض. مركز الأرض نفسه يحتوي على جاذبية بيجذب الأجسام إليه، عشان كده أي حاجة لما بتيجي تسقط مننا بتسقط في اتجاه الأرض. وباستطاعتك الإحساس بهذه القوة إذا حملت جسما ما بيدك أو إذا ما حاولت رفعه عن الأرض. والقوة اللي احنا بنحس بيها دي تسمى الوزن. يعني انت لو في مثلا كتاب موضوع على الأرض وانت جيت تحمله لأعلى فهتحس بقوة، هتبذل مجهود لكي ترفع الكتاب من على الأرض الأعلى. القوة دي تسمى الوزن. يبقى الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم، وبيقاس بوحدة النيوتن نسبة إلى العالم نيوتن. طب لما نيجي نعرف النيوتن أقول هو قوة جذب الأرض للجسم. طيب لما نيجي نعرف الوزن هقول هو قوة جذب الأرض للجسم. لما نيجي بقى نعرف وحدة الوزن اللي هي النيوتن، هقول ان النيوتن وحدة قياس الوزن، وهي تكافئ 100 جرام تقريبا. يبقى كده النيوتن معناه وحدة قياس الوزن وهو يكافئ الوزن هنا تعريفه هو قوة جذب الأرض للجسم، وحدة قياس الوزن هي النيوتن. فبيجي يطلب مني يعني ايه النيوتن؟ النيوتن وحدة قياس الوزن وهو يكافئ وزن جسم كتلته 100 جرام تقريبا. قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة على تفاحة صغيرة كتلتها 100 جرام تقدر بواحد نيوتن. يعني أنا لو عندي أي جسم زي تفاحة صغيرة كتلتها 100 جرام، فساعتها هعرف إن وزنها واحد نيوتن. ومديني معلومة بيقول ان مقدار الجاذبية الارضية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع، وهي ديت وحدة قياس الجاذبية الارضية، متر على الثانية تربيع. مقدار الجاذبية الارضية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. طيب ايه بقى النيوتن ده وايه قصته؟
وحدة النيوتن اللي هي وحدة قياس الوزن، الاسم ده منسوب إلى العالم إسحاق نيوتن وهو مكتشف الجاذبية. كان نيوتن جالسا في حديقة ورأى تفاحة تسقط من شجرة، فسر نيوتن ذلك بأن كل من الأرض والتفاحة تتجاذبان، لكن كتلة الأرض الضخمة تجعلها لا تتأثر، بينما تنجذب التفاحة نحو الأرض لأن كتلتها صغيرة جدا بالنسبة لكتلة الأرض، والقوة التي تجذب بها الأرض الأجسام تؤدي إلى أن يكون لها وزن. يعني هو في يوم من الأيام كان يجلس تحت شجرة، فلاحظ أن هذه الشجرة سقط منها تفاحة، فقعد يفكر ليه التفاحة دي نزلت باتجاه الأرض ما طلعتش باتجاه أي حاجة تانية. فهلاقي هنا ان هو فسر الكلام ده بان الارض تحتوي على جاذبية، فقدرت بالقوة الجذب دي انها تشد الاجسام ناحيتها، وقوة الجذب لما تأثر على الجسم بيصبح الجسم له وزن. طب تعالوا بقى ما نشوف ادوات قياس الوزن. حاجة اسمها الميزان الزنبرجي، حاجة اسمها الميزان الزنبرجي، وده بيستخدم في تحديد قياس الوزن. فهنعمل تجربة، هنجيب الميزان الزنبرجي زي ده كده، وهنعلق في الجزء الأسفل ده، هنعلق فيه الكتلة اللي أنا عاوزة أجيب الوزن بتاعها، زي مثلا الفاكهة أو الخضار اللي قدامي ده. اول خطوة بيقول امسك الميزان الزنبرجي من اعلى زي ما احنا شايفين كده، ضع الجسم في الخطاف السفلي او الكفة السفلية دي، اترك الجسم حرا لينزل ببطء، انظر حتى يستقر الجسم، ثم عين قراءة الرقم على التدريج. يعني انا هلاقي ان الميزان الزنبرجي ده بيبقى عليه تدريج كده، هشوف هو اتحرك بمقدار قد ايه وعين الرقم، يبقى هو ده وزن الجسم اللي عندي. يبقى الاستنتاج يستخدم الميزان الزنبرجي في قياس وزن الاجسام، وان السلك الزنبرجي يتمدد بمقدار يساوي وزن الجسم ويزداد مقدار التمدد بزيادة وزن الجسم، بمعنى ان انا لما بنيجي نوزن جسم معين وبنعلقه في الميزان الزنبرجي، الميزان الزنبرجي ده جواه سلك، السلك ده بيتمدد لأسفل، كل ما يكون الجسم كتلته كبيرة أو وزنه كبير كل ما يتمدد لأسفل، وكل ما نزود الكتلة كل ما السلك ينزل لأسفل. طيب ممكن يجي لي سؤال يقول لي يستخدم الميزان الزنبرجي في تعيين قياس وزن الجسم، ليه بقى؟ لأن وزن الجسم يساوي مقدار التمدد في السلك، وكل ما يزداد وزن الجسم يزداد التمدد. سؤال كمان، يستخدم الميزان المعتاد في تعيين كتلة الجسم، لأنه عند اتزان الكفتين فإن كتلة الجسم تساوي مجموع الكتل في الكفة الأخرى. في الميزان الزنبرجي يتناسب تمدد الزنبرج مع وزن الحمولة المعلقة فيه، أما الميزان ذو الكفتين فيقارن بين كتلتي جسمين مختلفين لأن قوة شد الجاذبية متساوية على كفتي الميزان. وبكده يا سنة ستة نكون خلصنا أول جزء من الوحدة الأولى، وأشوفكم على خير الحصة الجاية.